وفي الأثناء قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي إن الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل ستتوسع لتشمل تلك التي تتجنب العبور في البحر الأحمر وتبحر في المحيط الهندي باتجاه المسار البديل في أقصى جنوب أفريقيا. وأوضح الحوثي أن معركة الجماعة الأساسية هي منع السفن المرتبطة بإسرائيل ليس فقط من المرور عبر بحر العرب والبحر الأحمر وخليج عدن، بل أيضا منع عبورها من المحيط الهندي باتجاه طريق الرجاء الصالح. بين الحوثيين من جهة وأمريكا والغرب من جهة أخرى جملة من الخلافات، فما أبرزها وما وجهة نظر كل طرف بشأنها نتابع. إلى ذلك، تشهد الكثير من الدول الأفريقية انقطاعا في الإنترنت بسبب تضرر أسلاك اتصالات بحرية على ما أعلنت شركة مشغلة. وأوضحت شركة MTN Group الجنوب أفريقية أن أضرارا في أسلاك بحرية رئيسية أثرت على خدمات الاتصال في كثير من دول غرب أفريقيا، وأشارت إلى أنها تحاول إعادة توجيه تدفق حركة الإنترنت إلى مسارات بديلة وأنها تعمل مع شركاء لإصلاح الأسلاك. من آسيا وإفريقيا إلى أوروبا ومنها إلى أمريكا والعكس، خطوط ملاحة بحرية عدة من أهمها البحر الأحمر. فمن آسيا إلى باب المندب ثم قناة السويس تعبر سنوياً نحو 12% من حجم التجارة العالمية. لكن استمرار الأزمة في البحر الأحمر والمناوشات التي لا تتوقف بين الحوثيين والدول الغربية أجبرت العالم على التحرك نحو ممرات أخرى، ما يسحب البساط من أسفل المنطقة التي تعد ممراً لنحو 17 ألف سفينة شحن سنوياً ونحو 50 سفينة يومياً. البدائل المتاحة التي تسلكها حالياً شركة الشحن العالمية ليست جديدة بالطبع، لكن بعضها يضيف المزيد من الوقت والتكاليف والمخاطر على الشحنات، على رأسها طريق رأس رجاء الصالح. يربط الممر آسيا بإفريقيا وأوروبا عبر الدوران حول القارة الإفريقية، وخلال الشهر الأخير ارتفعت نسبة مرور الشحنات عبر هذا الطريق بنسبة 67% مقارنة بشهر ديسمبر. لكنه أيضاً يزيد من وقت الرحلة من 10 إلى 15 يوماً على الأقل من آسيا إلى أوروبا والساحل الشرقي الأمريكي، ما يزيد بالتبعية تكلفة النقل التي قدرها البعض بمليون دولار على الأقل للرحلة الواحدة ذهاباً وإياباً بسبب تكلفة الوقود، ذلك فضلاً عن ارتفاع كلفة التأمين على الشحنات بين 200% إلى 250%. هذا بالنسبة لأوروبا. أما بالنسبة لأمريكا عند الحديث عن الشحن والتجارة العالمية فيبدو الأمر أسهل نوعاً ما. فمن آسيا إلى السواحل الغربية الأمريكية أو العكس، هناك خطوط نقل مباشرة عبر المحيط الهادئ، والتي تصل مدة الرحلة عبرها من 11 إلى 12 يوماً وفق الميناء الذي تصل إليه. لكن النقل إلى الساحل الشرقي الأمريكي إما أن يكون برياً بعد الوصول إلى السواحل الغربية أو بحرياً عبر قناة بنما، وهو ما يأخذ وقتاً أطول يبلغ 23 يوماً للرحلة الواحدة، مع ذلك يظل أقصر بنحو 4 أيام من قناة السويس.